الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف خبراء اقتصاديون أن عدد الموظفين على الملاك الثابت في العراق تجاوز 4 ملايين موظف، وأن رواتبهم ضمن موازنة العام 2023 بلغت نحو 60 تريليون دينار. وأضاف الخبراء أن متوسط راتب الموظف العراقي يعادل ربع متوسط راتب الموظف القطري والإماراتي ونصف راتب الموظف السعودي والكويتي والبحريني. وبحسب مجلة سي وورد الأمريكية، فإن متوسط صافي الراتب الشهري للموظف في العراق بعد استقطاع الضريبة بلغ 583 دولارا، ليحتل المرتبة 10 عربيا والمرتبة 62 عالميا مقارنة ب 105 دول. قال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح إن ما سماها عصابات الجريمة المنظمة تقوم بعملية تهريب العملة من جديد عبر البطاقات الإلكترونية. وبرر صالح عودة ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي إلى عمليات التهريب المستمرة والممنهجة قبل أن يعود، ويؤكد أن ارتفاع سعر الصرف وانخفاض الدينار مقابل الدولار أمر مؤقت، مبينا أنه خلال أيام قليلة سيعاود الانخفاض من جديد لحين الاستقرار إلى السعر الرسمي أو قريب جدا من السعر الرسمي على حد قوله. أعلن وزير النفط الحالي حيان عبد الغني عن إبلاغ السلطات التركية باستئناف عمليات تصدير النفط من محافظات شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي اعتبارا من يوم السبت، وذلك بعد توقفها لأكثر من شهر. وبحسب الوزير، فإن شركة تسويق النفط سومو أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتبارا من 13 من شهر أيار الجاري. ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان حكومة أربيل التوصل للاتفاق مع حكومة بغداد بشأن تصدير نفط كردستان العراق وإرسال طلب رسمي لتركيا بهذا الشأن. تشهد اللحوم الحمراء في الأسواق العراقية ارتفاعا في الأسعار غير مسبوق، على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار وسط غياب الرقابة المالية على محاليل القصابة. وعلى الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار في السوق العراقية، إلا أن أسعار اللحوم ما زالت تشهد ارتفاعا غير مسبوق، الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين لشراء اللحوم الحمراء. وتعزو المحافظة في صلاح الدين السبب وراء ذلك إلى عدم التزام أغلب القصابين بالتسعير التي فرضتها على كيلو اللحوم الحمراء. طالب مواطنون في بغداد بالتدخل وردع بعض أصحاب أفران الصمون بسبب بقاء أسعاره وعدد أرغفة الصمون على حالها بالرغم من انخفاض أسعار مادة الطحين. وقال مواطنون إن أفران الصمون ما زالت تبيع 6 أرغفة من الصمون و4 أرغفة من الخبز بسعر 1000 دينار، فيما أكد آخرون أن هناك جشعا كبيرا من أصحاب الأفران في بغداد عكس ما يرى في المحافظات الأخرى التي تبيع ما بين 8 إلى 10 أرغفة من الصمون و8 أرغفة من الخبز بسعر 1000 دينار. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.